On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon les atomes et les molécules. On est arrivé à l'exercice numéro 2. Parmi les formules ci-dessous, déterminer les molécules et les atomes. On a H2 O C4H10 C CO N2 HE إذن فكيف نميز بين الذرة والجزيئة؟ فكل رمز يحمل حرفا واحدا مكبرا سيطديغ إن لاتخ ماجيسكيل أو حرفا مكبر متبوع بحرف مصغر سيطديغ إن لاتخ ماجيسكيل سويفي دين لاتخ مينيسكيل نقول أن هذا الرمز فهو رمز ذرة أما إذا كان الرمز يحمل حرفين مكبرين سيتدير دو لتر ماجيسكيل أو حرفا واحدا مكبرا لكن معه عدد على شكل إشارة سيتدير أن نومبغ سو فورم دانديس نقول أن هذا الرمز فهو رمز جزيئة مثلا أجد لدينا حرف واحد مكبر لكن أضيف إليه العدد اثنان على شكل إشارة سيطادير سو فورم دانديس اي باغ سويت اون دي سيتين موليكيل يعني جزيئة ثنائي الهيدروجين اون باس او سامبول او حرف واحد مكبر إذن او فهو رمز ذرة ذرة الاكسجين دونك لو سيمبول او ناطوم الرمز الثالث سي 4 h 10 تتكون من حرفين مكبرين الحرف سي مكبر والحرف الثاني اش مكبر اذا سي 4 h 10 فهو رمز جزيئه جزيئه غاز البوتان دونك سي 4 h 10 سيتين موليكيول لو سيمبول سي حرف واحد مكبر إذن سي فهو رمز ذرة ذرة الكربون دونك سي سيتان الرمز التالي سي إل رمز يتركب من حرفين الحرف الأول سي مكبر والحرف الثاني إل مصغر إذن سي إل فهو رمز ذرة ذرة الكلوخ دونك سي إل سيتان الرمز ان آ نفس الشيء الحرف الاول ان مكبر والحرف الثاني ا مصغر إذن الرمز ان ا فهو رمز ذره ذره الصوديوم دونك ان ا سي ناتوم الرمز سي او رمز يتكون من حرفين مكبرين الحرف سي مكبر والحرف او مكبر إذن سي فهو رمز جزيئة جزيئة أحادي أكسيد الكربون دونك CO سي سيتين موليكيل الرمز أند رمز يتركب من حرف واحد أن مكبر لكن معه العدد اثنان على شكل إشارة سيتادير سو فورم دانديس إذن أند فهو رمز جزيئة جزيئة ثنائي الأزوت دونك ان ستين موليكيل اما في الرمز اش اه فالحرف الاول اش مكبر والحرف الثاني اه مصغر اذن اش اه فهو رمز ذره ذره الهيليوم دونك اش اه سي